مساكم الله بالخير متابعي برنامج الشارع السعودي على قناتكم قناة السعودية، واليوم راح نخصص حلقتنا عن بالتأكيد موسم الحج وما تقوم بدولتنا الغالية المملكة العربية السعودية كل عام من استعدادات مذهلة وتدعو للفخر وما تقدمه من جهود لضيوف بيت الله الحرام. هذه السنة الثانية اللي تقدم فيها المملكة هذا الحج الاستثنائي وفق إجراءات احترازية وتدابير وقائية للوقاية من تفشي كوفيد-19، وذلك حفاظا على سلامة حجاج بيت الله الحرام، فقد تم تقليص الأعداد إلى 60,000 حاج واقتصارها على حجاج الداخل من 150 جنسية نظرا لاستمرار تطورات جائحة فيروس كورونا وكذلك ظهور تحورات جديدة عالمية. نسأل الله أن يعجل يعني بزوال هذه الجائحة عنا وعن العالم أجمع. في هالحلقة إن شاء الله راح نستعرض جهود مختلفة في القطاعات الحكومية وكيف قاعدة تستعد لهالموسم الاستثنائي للحج برفقة ضيوفي، وخلوني أرحب فيهم المهندس هشام بن سعيد وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين والمتحدث الرسمي للوزارة، كذلك رحب بالدكتور علي الشاعري وكيل جامعة أم القرى للابتكار وريادة الأعمال، وبينضم إن شاء الله معنا ضيوف خلال الآخرين خلال الدقائق القادمة. خليني أبدأ يعني مع المهندس هشام، يعني خلينا نتحدث عن استعدادات الوزارة لاستقبال ضيوف الرحمن، ماذا عن تجهيزات المرافق الخدمات كذلك الإجراءات الاحترازية؟ مساك الله بالخير وجميع السادة المشاهدين. طبعا أنا قبل أن أعطي فكرة وموجز عن أهم الاستعدادات اللي تمت حتى الآن، صراحة أنا أشكر مقدمتك الجميلة اللي فعلا بتوضح حجم الجهود تبذلها المملكة العربية السعودية وكوادر الوطن الغالي من الشباب والشابات. لما بنينا نموذج الحج الآمن لعام 42 ترى ما بني بالسهولة، بدأنا فيه بأولا إيش الممكنات التقنية، إيش الكوادر البشرية الموجودة عندنا، إيش الخبرات المتراكمة الموجودة في التعامل مع الأزمات والجائحة اللي شفناها في موسم 41 كذلك في موسم عمرة 42. بعد كده انتقلنا لمرحلة إيش المرتكزات الأساسية، إيش التنظيمات الأمنية، إيش المرتكزات الصحية، وإيش المرتكزات التنظيمية لأداء مناسك الحج الآمن، عشان نوصل كلنا وجميع الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن إلى تحقيق هدف هو الحفاظ على سلامة وصحة وأمن هذا الحاج. لما بنتكلم الآن عن أهم التجهيزات اللي انتهينا منها ولله الحمد، وزارة الحج والعمرة الآن أنهت تجهيز 4 مراكز للاستقبال وترحيب الحجاج على مداخل مكة المكرمة. نتكلم على مركز الزايدي، الشرايع، والنورية، وطريق الهدى. إيش الهدف من هذه المراكز؟ نعم. الآن مع ظروف الجائحة يجب أن يكون عمليات التفويج بالأعداد المقننة للحرم المكي الشريف إلى مشعر ميناء إلى مشعة الجمرات، جميع رحلة الحاج يجب أن تكون مدروسة معدة مسبقا عشان نضمن تطبيق الإجراءات الصحية، البروتوكولات الاحترازية، عشان ما يكون في أي خطر لتفشي الفيروس، رغم أنه جميع العاملين وجميع الحجاج ملقحين وجرى الكشف عنهم، لكن هذه إجراءات استباقية عشان ما نتعامل مع أي حدث مفاجئ. فالمراكز هذه الآن بيكون قدوم الحجاج يوم 7 و8 ذو الحجة إلى هذه المراكز بناء على جداول تفويج معدة مسبقا ومبلغا لضيوف الرحمن سواء من المقيمين أو المواطنين من خلال شركات الحج الذين تعاقدوا معهم أو سوف يتشرفوا بالقيام بخدمتهم. بعد هذه المراكز انتهينا من عمليات الخطة المرورية وخطة النقل وحافلات النقل الآمنة اللي حنقوم بتشغيلها في جميع رحلة الحاج، كذلك انهينا استعدادات عمليات وجبات الإعاشة مسبقة التحضير اللي حتقدم لضيوف بيت الله الحرام من يوم 7 إلى يوم 13، كذلك انهينا عملية المنظومة التقنية وعمليات رقابة الجودة، عمليات الجداول الإلكترونية في التفويج. جميع المراحل اللي حيمر فيها الحاج الحمد لله احنا الآن مستعدين وجاهزين، بل ولله الحمد وصلنا أو تعدينا مرحلة التجهيزات وبدأنا في مرحلة تطبيق سيناريوهات أو محاكاة للواقع. جميل. في هذه التجارب عشان نضمن إن شاء الله ما يكون في أي خلل ونقدر نعالج هذه الأمور قبل البدء في موسم الحج بإذن الله. جميل. طيب أبغى أدخل معك في تفاصيله، بس خليني أروح للدكتور علي. دكتور علي، جامعة أم القرى قدمت دراسة يعني علمية حول تطوير نماذج محاكاة لتقييم تأثير الإجراءات الوقائية على انتشار كوفيد-19 في الحج. حدثني عن هالدراسة وإيش أبرز ما خلصتم فيه يعني من هالدراسة؟ شكرا أخي خالد، أشكركم على الاستضافة وأرحب بك وبمشاهدينك الكرام. طبعا رؤية المملكة 2030 تطلعاتها طموحة،
لزيادة القدرة التنافسية للجامعات، وبالتالي مشاركتها الفاعلة في خطط التنمية وحل المشاكل اللي بتواجه المجتمع، سواء صحية، اقتصادية أو هندسية. سعت وزارة التعليم إنها تفرض للبحث والتطوير مبادرة مخصصة من خلال التعاون الدولي في البحث والتطوير، وهي بشراكة مع جامعات دولية. تقوم بها الجامعات المحلية بالبحث عن شركاء خارجيين من الباحثين الدوليين لحل مشكلات معينة. إيه؟ ولأن رؤية المملكة تهدف إلى أن يكون لدينا 30 مليون حاج بحلول 2030، فقد أفردت وزارة التعليم مسار مخصص لإدارة الحشود. وقد فازت جامعة أم القرى بمشروعين من أصل 5 مشاريع على مستوى المملكة في إدارة الحشود، وأنا أشيد حقيقة بدور الجهات المختلفة وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة فيما يتعلق بالحج والعمرة، نعم، ووزارة الصحة ونحن نعاني من هذه الجائحة. نحن اليوم والجهات نتحدث الأمنية كذلك لا أنسى دورهم. نعم حبيبي، ونعمل حقيقة مع مختلف الجهات، مثلا في وزارة الداخلية والقطاعات المختلفة، وزارة الإعلام في إبراز هذه الجهود للقطاعات المختلفة. نعمل حقيقة بالشراكة مع مختلف الجهات لأن يكون للحاج تجربة ثرية وآمنة، طيب ولذلك دكتور دكتور لدينا اليوم دكتور علي، بس ان سمحت لي بس يعني خليني بس بنطلق معك من هالدراسة. الدراسة وش يعني خلصتم به، وايش التوصيات اللي طلعتهم فيها في موضوع هالدراسة اللي عديتوها؟ طبعا الدراسة احنا الهدف منها ان نقيم حالة الخطر باستخدام مؤشر مخاطر الحشود، ولاننا نمر اليوم ب كوفيد 19 فعملنا على تطوير محاكي ذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمخاطر انتشار المرض وفق معايير واجراءات معينة. وتم تطبيق الدراسة على مكانين، على الطواف وعلى منطقة رمي الجمرات. وخلصت الزيارة أن ما تقوم به وزارة الحج اليوم من تخفيض الأعداد إلى 60,000، وهي ما دون 2.5% من العدد المعتاد اللي هو يصل إلى 3 مليون حاج سنويا، نعم، هو حقيقة يساهم في الحفاظ على نسبة انتشار المرض ما دون 3%. وبالتالي أنا حقيقة أشدد على ما قامت به وزارة الحج في تخفيض الأعداد، وهي بإذن الله سيكون لها أثر كبير على الحفاظ على سلامة الحجاج طيب بإذن الله. الدراسة، بس خلينا نتكلم يعني عن موضوع مثلا العدد. الدراسة قالت لو العدد كان كبير يعني للحج لربما ساهم في الانتشار بشكل أكبر، وبالتالي هذا يدعم الخيار والقرار اللي اتجهت إليه يمكن حتى الوزارة الحج في تقليص عدد الحجاج إلى 60,000. صحيح، على سبيل المثال لو رفعنا عدد الحجاج إلى 24% وبالتالي إلى 720,000 من العدد المعتاد اللي هو 3 مليون، ستصل نسبة الانتشار في الحشود إلى 70%. بينما في منطقة الطواف لو رفعنا نسبة عدد الحجاج إلى 35% وبالتالي تتكلم عن 1,050,000، فإحنا نتوقع أن نسبة انتشار المرض ستكون 55%، وبالتالي تتكلم عن 500,000 مريض من 1,050,000 هم سيكونون محتاجين إلى مستشفيات وأسرة، مما يؤثر على النظام الصحي في منطقة مكة المكرمة وفي المملكة بشكل عام. حتى لو كانوا محصنين؟ طبعا التحصين أثبتت الدراسات الآن أن التحصين يحمي المريض أو يحمي الشخص من الأعراض الصعبة، ارتفاع في درجة الحرارة، الحاجة إلى دخول مستشفى، الحاجة إلى دخول غرفة العناية المركزة، وبالتالي تكون أعراض متدنية. ولكن قد يكون هناك بعض الحجاج ليس لديه مناعة كبيرة من كبار السن أو من الذين لديهم أمراض تنفسية، هذول انتقال العدوى إليهم قد تؤدي بهم إلى حالات حرجة.
نعم. طيب احنا متابعين معاكم، خلينا نروح لمراسلنا في مكة المكرمة زميلنا محمد المحيي، ينقل لنا إجراءات نقل الحجاج، ومعاه ضيفة الأستاذ أسامة فتح الدين رئيس مركز تقنية المعلومات بالنقابة العامة للسيارات. تفضل. أهلا بك زميل خالد. النقابة العامة للسيارات جندت أكثر من 1700 حافلة لنقل حجاج بيت الله الحرام، وهذه الحافلات مزودة بأحدث التقنيات وأنظمة الاتصال، أيضا روعي فيها جميع الاشتراطات الصحية. كما وزعت هذه الحافلات على 4 أقسام، كل قسم محدد بلون معين، الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق، وربط كل لون بمسار معين وأيضا بموقع سكن معين. متواجد الآن زميل خالد في مركز معلومات النقل، هذا المركز والذي يعنى بتوفير الخدمات الإسنادية للحافلات من خلال توفير الورش والأوناش وأيضا الفنيين المتدربين، وأيضا في حالة إذا تعطلت الحافلات يتم إسعافها من خلال توفير الحافلة البديلة أو إصلاحها في نفس الموقع. في هذه اللحظات زميل خالد ونحن في مركز معلومات النقل تجرى عملية أو تجربة افتراضية للحافلات في المشاعر المقدسة، كما نشاهد في الشاشة الآن مشعر منى ومشعر مزدلفة ومشعر عرفة. هنا الحافلات تجري تجربة افتراضية، وذلك بهدف التعرف على المسارات المحددة والتي وضعتها النقابة العامة للسيارات. للحديث أكثر عن هذه الخطة والخطة التشغيلية للحافلات معنا الأستاذ أسامة فتح الدين، الله يحييك، معنا مدير مركز تقنية المعلومات بالنقابة العامة للسيارات، الله يحييك. حدثنا عن الخطة التشغيلية للحافلات في موسم حج 1442. الخطة العامة أنه جميع الحجاج حيجوا عن طريق شركاتهم اللي حازين عليها وصادرين تصريحهم إلى مكة، وحيدخلوا من منافذ محددة تم تنسيقها مسبقا مع جميع الجهات، وبتدخل هذه الحافلات إلى مكة، وبعد كده بينتقلوا إلى الحرم، من الحرم حينتقلوا إلى منى، ويمكثوا يوم التروية هناك، وبالتالي بعد كده تبدأ جميع مراحل الحج من تروية وتصعيد ونفرة. هذه الخطط كلها مدخلة في مركز معلومات النقل هنا، وأيضا مركز معلومات النقل في قسم خاص بذكاء الأعمال وجلب المعلومات سواء الصوتية أو المسموعة أو من الميدان، مع جانبا طبعا الاستخدام التقنيات زي ما تفضلت في الحافلات التتبع، بنتبع أيضا لكل حافلة فيها مرشد عليها أثناء تشغيلها لخدمة نقل الحاج، وأيضا المرشد بيعطينا معلومات آنية، ونطابق هذه من مصادر معلومات متأكد أنه الخطة ماشية بجدول زمني على حسب المسار تبعها. ذكرت قبل قليل أن هناك 4 فئات للحافلات وبألوان محددة. صحيح، فهذه كل منطقة من الألوان محدد لها حجاج خاصين لمكاتب الحج الخاصة بها، وأيضا حافلات مخصصة لها ومعرفة يعني تعريف الألوان البصرية على الحافلة من الخارج، وأيضا في مركز معلومات النقل هذه الحافلات مخصصة لكل جهة، بالتالي يسهل لمراقبة 1700 حافلة تخصيصا بالتحديد كل حافلة محددة إيش دورها وإيش مهمتها وفي أي مسار بتكون متحركة والساعة والزمن محدد لها. نعم. لو تحدثنا عن دور مركز نقل أو مركز معلومات النقل هنا. مركز معلومات النقل يهتم في البداية بجمع جميع هذه المعلومات، وأثناء التشغيل نتأكد إنه كل الآليات اللي في الطرق بتأدي دورها. في حالة خروج أي حافلة عن مسارها، المركز معلومات النقل أو النظام منصة الضيف بيعطي إنذارات وتنبيهات، لازم أحد فورا يتم التدخل ويتصل ويتواصل مع الجهة المعنية بتصحيح الوضع. طبعا يتم مراقبة الحافلات أيضا من المدن حتى الوصول إلى هنا في. نعم صحيح، طبعا كمركز معلومات النقل بيهتم بانه جميع الحافلات ال 17000 اللي هي بتتبع النقابة تكون على هذه المنصة ومراقبة آنيا على مدار الساعة. شكرا لك استاذ أسامة. اهلا وسهلا بكم، شكرا. كما ذكرت زميل خالد سوف يتم مراعاة جميع الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية في هذه الحافلات، سيتم تعقيم هذه الحافلات قبل ركوب الحجاج وأيضا بعد نزولهم وأثناء تنقلهم بين المشاعر المقدسة. شكرا لك زميلنا محمد المحيي، كنت معنا
من مكة المكرمة، وممكن نقلتنا كيف الاستعدادات لموضوع النقل، نقل الحجاج اللي راح يكون إن شاء الله عبر الحافلات، وكيف الترتيبات، وإن شاء الله الله يحفظ الحجاج كل الحجاج وتقبل منهم صالح الأعمال. احنا متابعين معاكم، بس خلونا نروح الفاصل القصير، بعد الفاصل الحديث بقية. أهلا بكم من جديد، وجد ترحيبي بضيوف المهندس هشام بن سعيد وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين والمتحدث الرسمي في الوزارة. كذلك رحب بالدكتور علي الشاعري وكيل جامعة أم القرى للابتكار وريادة الأعمال. طيب مهندس هشام، خليني أسألك عن موضوع الإعاشة اللي سمعناه يعني خلال متابعتنا أنه بتكون معدة مسبقا، وذلك حفاظا على سلامة الحجاج. عطني كيف بتكون أو بهالجانب، وخاصة مع المتعهدين ومع يعني يمكن عندك أكثر من أحد يعني يقدم الخدمة، كيف تضمن أنها نفس الخدمة مهما تعددت وتنوعت الجهات اللي تقدمها؟ ممتاز. طبعا الوجبات مسبقة التحضير اللي حيتم استخدامها على جميع الحجاج في حج عام 42 هي عبارة عن وجبات مراعية فيها القيمة الغذائية للحجاج، الأمن الغذائي وعمليات التعقيم والتطهير، ومراعاة هذه الوجبات أنها تكون خاضعة لمعايير وأسس صحية واضحة، إضافة وهذا هو الهدف الأسمى عملية جودة الخدمة المقدمة، ويكون في معايير واضحة لهذه الوجبات الإعاشة. كيف بنضمن عملية أن هذه الوجبات فعلا بتكون مراعية للاشتراطات والمعايير الموضوعة؟ الوجبات مسبقة التحضير بتعدي بثلاثة مراحل رئيسية قبل تقديمها لضيف الرحمن في المشعر. المرحلة الأولى في مورد أو منتج مصنع لهذه الوجبات يتم تأهيله وفق اشتراطات ومعايير محددة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء. في حال تأهيل هذا المصنع اللي يقوم بعملية خط الإنتاج لهذه الوجبات، بيجي المرحلة اللي بعدها اللي هي مرحلة تأهيل متعهدي الإعاشة اللي بيتم تأهيلهم من أمانة العاصمة المقدسة. دور مقدم الإعاشة هو بيأخذ الوجبات من المصنع، وقبل تقديم الوجبة بساعتين بيقوم بعملية التسخين والتحضير وعملية تقديم هذه الوجبات والوجبات المكملة معها ووجبات الضيافة والسناكس اللي بتكون معها، هذا بيكون دوره الرئيسي. أيضا ليه بيكون مؤهل من الأمانة العاصمة المقدسة؟ لأنه تسخين هذه الوجبات وتقديمها ما بيكون بشكل عشوائي. يعني على سبيل المثال الأفران الاعتيادية اللي تعمل بالكهرباء أو بالغاز ما بتكون هذه مستخدمة، في أفران مخصصة بتقلة النيتروجين، عملية تسخين محددة ومعينة بتقوم فيها هذه الشركات. شكله بيكون في عملية تأهيل. طيب من أمانة العاصمة المقدسة. طيب مهندس هشام، الشباب الله يعطيهم العافية سوونا تقرير يعني عن انتهاءكم عقود الإعاشة مع المتعهدين، والحقيقة شديد أنه بيكون أكثر من 1,000,000 وجبة مسبقة التحضير. خلينا نشوف التقرير اللي يوضح لنا كيف بتكون الإعاشة في حج هذا العام. بعد التأكد من موثوقيتها ومراعاتها الصحة العامة، أنهت وزارة الحج والعمرة عقود الإعاشة مع المتعهدين، وذلك لتقديم الوجبات مسبقة التحضير لضيوف الرحمن. استمرارا لدور وزارة الحج والعمرة في الإشراف على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ولتحقيق جودة وسلامة الغذاء، خرجت من خلال الأبحاث إلى اعتماد الوجبات مسبقة التحضير. أبرز ما يميز هذه الوجبات أنها تعمل ضمن منظومة عمل متكاملة يشرف عليها ويراقب عليها العديد من الجهات. الفرق الميدانية اللي بتقوم بالكشف على سلامة وأمن الغذاء، بتتحقق من درجات الحرارة، بتتحقق من أخذ العينات لهذه الوجبات، وبتقوم بتحديد مدى سلامة وجودة هذا الغذاء المقدم للحجاج. وتخضع هذه الوجبات لاشتراطات ورقابة عالية المستوى من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء وأمانة العاصمة المقدسة. بالتأكيد الهيئة العامة للغذاء والدواء قامت بوضع اشتراطات ومواصفات عالية جداً للحفاظ على أمن وسلامة الغذاء، وإحنا بنتكلم من ضمن منظومة متكاملة من لحظة الإنتاج وحتى عملية النقل إلى المشاعر المقدسة. هذه الجزئية بالتأكيد لابد أنها تحرص على حفظ وأمن وسلامة الغذاء، وبالتالي تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل عام بالمجمل بيحافظ على أمن وسلامة الغذاء. وسيتم تقديم هذه الوجبات لكل حاج في غرفته وسط تطبيق الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية.
لبرنامج الشارع السعودي محمد المحي مكة المكرمة. طيب خليني أروح للدكتور علي. دكتور علي، قاعدين نسمع في الآونة الأخيرة تجاه المملكة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، جهود كبيرة قاعد تبذل وتحفيز الابتكار، وهذا من حد ركائز رؤية المملكة 2030. كيف يمكن يعني يكون للدور كبير للذكاء الاصطناعي في الحج؟ قبل شوي كان معنا النقل على سبيل المثال كبه قاعدين يستخدمونه، انا اتوقع في اتجاه كبير لاداره الحشود حتى عبر الذكاء الاصطناعي، لو تعطيني بس تصور عن هالجانب. صحيح اخي خالد، الذكاء الاصطناعي هو اداه علميه تتيح لمتخذ القرار ان يختبر مجموعه من السيناريوهات ويتفادى المخاطر التي يمكن ان تنشا نتيجه هذه السيناريوهات. على سبيل المثال، دولي من جامعة الإمارات وجامعة أوهايو بأمريكا والمعهد الهندي للعلوم، تم مشابهة السلوك الإنساني ومحاكاته في نموذج رياضي ذكي، بحيث أنه كل السلوك اللي بيمارسه الحاج يتم تبنيه في هذا المحاكاة. على سبيل المثال، إذا كان انتشار المرض بيصير من شخص سليم إلى شخص معافى، فهذه لها آلية ولها سلوك تم محاكاتها. هناك أيضا محاكاة انتشار المرض من شخص بادية عليه لا توجد عليه الأعراض ولكنه مصاب، وهذا قادر أن ينقل المرض، تم أيضا محاكاة هذه الحالة من الأفراد. ولذلك النظرية التي عملنا عليها الإيجنت بيز موديلينج هي تقضي بأن يتم وضع سلوك محدد في كل فرد من الأفراد المشاركين في نموذج المحاكاة، وبالتالي يمكن تبني السلوك اللي احنا بنشوفه اليوم امامنا. هذا بيتيح حقيقه لمن يعمل على هذه الانظمه ان يبني سيناريوهات متعدده ويتخذ قرار يحاول فيه تخفيض مخاطر الحشود او اي تطبيق هو بيعمل عليه. جميل. طيب مهندس هشام، يعني في كم سؤال مهم بعطيك اياه بشكل سريع. كيف تضمنون يعني بالتنسيق مع الجهات الأمنية الحقيقة اللي تقوم بدور كبير ويذكر فيشكر في إدارة الحشود في حج كل عام؟ شيء يبيض الوجه ونفتخر فيه بالتأكيد، لكن عدد قليل هذه السنة 60,000، لكن كيف ستضمنون عدم دخول حجاج بدون تصريح؟ وعشان كذا احنا دائما نقول لهم رجال الأمن دائما نفتخر فيهم، وهم خط الأمان بعد الله في الحج، حتى دائما عندهم شعار أمن وصحة الحج هو خط أحمر. طبعا كيف بنضمن هذا الشيء؟ طبعا الضمان بعد الله بتوفير جميع الخطط والأليات التنفيذية والممكنات التقنية اللي بتحد من هذه الظواهر، ولاحظنا الحمد لله حتى في المواسم من قبل جائحة كورونا كيف عملية الحد من الحج الغير النظامي الحمد لله نجحنا فيه كلنا بالتضافر مع الجهات الأمنية. لكن خلينا نشدد أو نشيد بموقف جدا مهم الآن، هو نهج نسير عليه كلنا في المملكة العربية السعودية، إنه العمل بيكون مؤسسي ومنهج وفي توائم في جميع الخطط والآليات. بمعنى أنا عندي أي آلية أو أي ممكن تقني بتوائم فيه مع الجهة ذات الاختصاص من وزارة الداخلية عشان عملية الحد من التسلل. أهم العناصر اللي حتساعد في عملية الحد من الحج الغير نظامي بالإضافة لجهود وخطط الأمنية لرجال الأمن هي بطاقة الحج الذكية، اللي حتكون بطاقة مميزة لكل حاج مربوطة بهوية ولون بصري محدد حسب المجموعة اللي بيصير فيها الحاج. هذه البطاقة في عليها رقابة إلكترونية من غرف القيادة والسيطرة بتتمكننا من معرفة معلومات الحاج وموقع تواجده في المشاعر المقدسة لتقديم العون أو تجويد الخدمات المقدمة. من يصدر هذه البطاقات للحجاج؟ وهل هي إلزامية؟ وزارة الحج والعمرة، وهذا العام حنستخدمها ل60,000 حاج بالإضافة للعاملين على خدمة ضيوف الرحمن. جميل. طيب البطاقة هذه بتفيدكم بالضبط في إيش؟ عملية معرفة المعلومات الشخصية والصحية والمكانية لإدارة عمليات التفويج وإدارة الحشود في رحلة الحج. جميل. طيب أرجع لموضوع كيف نضمن دخول أحد بغير تصريح. إحنا نعرف الجهات الأمنية تقوم بجهد كبير أكيد، لكن كيف فعلا يعني جاء واحد قال يا أخي بحج والرجل يعني من أمن العقوبة سأل أدب؟ نعرف أنه في تشديد وفي إجراءات كبيرة يعني وما في تساهل في هالجانب،
لكن وش العقوبات اللي راح تقع على المخالف وكيف يعني يضمن هذا الجانب؟ هذا هل هذه البطاقة بتقلص فعلا هذا الجانب؟ بتقلص لأنها بتكون أول مرحلة لعملية التحقق والتدقيق الأمني اللي بيمر فيها الحاج قبل وصوله لمراكز التجمع الأربعة اللي تكلمنا فيها في بداية حديثنا. في الآن طوق أمني على مكة المكرمة مسؤول عنه وزارة الداخلية، بيمر جميع الحجاج أو جميع الداخلين إلى مكة بيتم عملية التحقق من هذه التصاريح، وهي مربوطة أصلا بمنصة توكلنا وكذلك منصة أبشر. نفترض جدلا انه في حاج عدى من هذه النقاط، مع ان هذه النسبه جدا ضعيفه بفضل الله ثم بجهود الرجال الامن. لازم المنطقه المركزيه في اثناء موسم الحج حتكون مغلقه وفي طوق امني ايضا عليها. اي حاج ما حيقدر يتوجه الى الحرم المكي او الى المشاعر الا من خلال مروره باحد مراكز الاستقبال الاربعه اللي قمنا بتجهيزها في وزاره الحج والعمره. هناك بيكون في عملية قراءة إلكترونية لبطاقة الحج الذكية اللي بنضمن فيها إنه فعلاً هذا الحاج وهو حامل تصريح فعال نظامي صادم من خلال المسار الإلكتروني للحج ومنصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية. فهذه بتكون خطوط الدفاع أو عملية التأكد من نظامية الحجاج والمنع والحد من الحج غير النظامي. طيب مهندس هاشم، الباقات يعني كان في حديث عن الباقات اللي أعلن عنها، باقات الحج، كيف بنيت، طبيعة الخدمات المقدمة لمختلف هذه الباقات، عطني بس يعني شرح لها، لأن يمكنها أول مرة تطبق. لا هي سامحني، هي مش أول مرة، ثاني مرة ولا ثاني مرة. من يوم ما نعرف الحج في المسار الإلكتروني في فئات لباقات الحج، كان في الفئة الاقتصادية والفئة المميزة وفئة الأبراج. هذا العام عندنا ثلاثة باقات رئيسية، اللي هي باقة الضيافة، باقة الضيافة المميزة في المخيمات، وباقة الضيافة المميزة في الأبراج. اختلاف الباقات طبعا الهدف الأساسي منها كله أنه في بروتوكولات صحية واضحة وصارمة جدا، لكن التميز في هذه الباقات بيتحكم في عملية عدد الحجاج في كل خيمة وعدد الحجاج في كل غرفة، برامج التفويج، عملية الرغبات الإضافية لبعض الحجاج. لكن لما بتكلم على المميز في الباقات الثلاث هذا العام أنه في معيار واضح للخدمة، في عملية تقييم واضحة على أسس مبنية وعلمية، وبالتالي كمان تطبيق الإجراءات الاحترازية. يعني ما في باقة هتلاقي فيها تطبيق الإجراءات الاحترازية والمحافظة على مسافات آمنة والمساحات التشغيلية، لكن في باقة أخرى ما هي مراعاة هذا الموضوع. التساؤل يعني وش وضع الحملات الحج اللي يسوون حملات حج؟ يعني كان سابقا هذا منتشر بشكل كبير، هل خلاص تغير الوضع الآن؟ ما عاد في حملات تقوم بها مثلا يعني جهات للحج وتعلن عنها وغيرها؟ لا، هو العمل مؤسس الآن. يعني حتى في المسار الإلكتروني للحج هذا العام، ترى مقدم الخدمة اللي بيقدم الخدمة في الباقة هذه هي شركات الحج السعودية المرخصة من وزارة الحج والعمرة. يعني عندنا الحمد لله السنة هذه اللي حيقوم على تقديم الخدمات الحجاج فوق 69 شركة حج، في بعضها تحالفوا مع بعض ويقدموا خدمة عشان عملية التحديات الاقتصادية وبعض الأمور اللي صارت من جائحة كورونا، وفي شركات حتقدم الخدمة منفردة باسم الشركة. فمقدم الخدمة هو شركات حجاج الداخل المرخصين هم حالين، لكن في السنة هذه اشتراطات إضافية ومعايير إضافية عشان تراعي تطبيق الإجراءات الصحية. طيب إن قام أحد هذه الشركات المرخصة من قبلكم مثلا بزيادة الأسعار، بتقديم خدمة يعني ما تتواءم مع يعني مثلا المبلغ اللي دفع في الباقة اللي اختارها الحاج، من يكفل للحاج حقه؟ طبعا أول شيء دفع زيادة ما في، لأنه جميع العمليات وشراء الباقات بتتم إلكترونية من المسار الإلكتروني للحج. يعني ما في أي حاج يقدر يروح لأي شركة حاج حتى لو كانت مؤهلة يقول أنا بشتري باقة منك. الشراء والاختيار والفرز والتأهيل إلكتروني بشكل كامل من خلال مسار إلكتروني لحجاج الداخل اللي أطلقناه هذا العام، هو طبعا مستمرين فيه من عوام سابق لكن هذا العام طورناه بما يتواغم مع الإجراءات الاحترازية. فيما يخص ضمان الحاج طبعا هنا في فرق رقابية، في جولات ميدانية، في معايير تقييم صارمة جدا، في لائحة تنفيذية صادرة بأمر سامي لمراقبة تقديم هذه الخدمات للحجاج واتخاذ الإجراءات التصحيحية أثناء الموسم ضمان تقديم الخدمة الضيف بيت الله الحرام، وفي إجراءات إدارية وعقوبات وجزاءات تتم بعد الموسم للشركات المخالفة قد تصل إلى إلغاء الترخيص. لكن إن شاء الله
كلنا ثقة في هذه الشركات لأنهم شركاء نجاح، وبإذن الله ما يكون فيه إلا كل جودة وشيء كويس لضيف الرحمن. شكرا لك مهندس هشام بن سعيد وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين والمتحدث الرسمي بالوزارة، يعطيك العافية. يعني كنت معنا يمكن وضحت بعض النقاط، ويستمر معنا إن شاء الله الدكتور علي الشاعري وكيل جامعة أم القرى للابتكار وريادة الأعمال. فاصل وبعد الفاصل نعود. يا أهلا بكم من جديد، أجدد الترحيب بضيفنا الدكتور علي الشاعري وكيل جامعة أم القرى للابتكار وريادة الأعمال، ورحب كذلك بمن انضم معنا الدكتور وائل المطير مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج والعمرة التنفيذية. دكتور وائل خليني أبدأ معك مباشرة، يمكن أهم سؤال، إيش هي البروتوكولات الوقائية لحج عام 1442 الاستثنائي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً بروتوكولات الحج الوقائية هي البروتوكولات العامة التي طبقت منذ بداية الجائحة من تباعد مكاني ومن التزام بارتداء الكمامات والتزام بغسل الأيدي، الأعداد المحددة في المساحات السكنية ومساحات الحركة، هذه كل البروتوكولات تم إعدادها منذ بداية الجائحة وطبقت في حج العام الماضي، واستمراراً لنجاحها ولله الحمد في حج العام الماضي طبقت في حج هذا السنة. جميل. طيب العاملين، يعني خلينا نتكلم عن ما يتعلق بالقطاع الصحي بشكل عام، كيف قدرتهم على مكافحة العدوى، تعامل مع الحالات، كيف أضافت لكم كذلك تجربة حج العام الماضي الاستثنائي؟ نعم صحيح. لربما إضافة للسؤال الأول، ما أضيف حديثا في هذا الحج أو في حج هذا العام هو وجود اللقاح وإلزام كافة المشاركين سواء في مهمة خدمة الحجيج أو المشاركين في الحج لهذا العام بأخذ اللقاح واستكمال اللقاحات، هذه من الاشتراطات الصحية. فيما يخص إجراءات مكافحة العدوى، لدينا فرق ولله الحمد مدربة تدريب عالي، وهناك أيضا عمليات مستمرة من التدريب والمراجعة الميدانية خلال هذه الأيام على التعرف على الحالات، سرعة اكتشافها، التعامل معها، آلية إحالتها للمستشفيات المرجعية لاستكمال علاجها وعزلها عن بقية الحالات. مرافقكم الصحية جاهزة؟ الحمد لله تمت زيارتها لأكثر من مرة، المرافق الآن مستعدة لاستقبال الحالات سواء من تجهيزات طبية أو من أدوية أو من كوادر بشرية. كم عدد الكوادر البشرية اللي تعمل؟ أتكلم عن الممارسين الصحيين. طبعا تم حصر الأعداد المطلوبة لخدمة الحجيج لهذا العام بناء على أعداد الحجاج المعتمدة من قبل المقام السامي 60,000 حاج، وبناء على الدراسات العالمية المعدة لخدمة هذا العدد من الأشخاص. طبعا يخدم لدينا في هذا العام ما يقارب 1,000 ممارس صحي في موزعين بين المشاعر المقدسة والفرق الميدانية. جميل. طيب أروح دكتور علي. دكتور علي، يعني خلنا نتكلم بس بواقع وفخر، يعني أكاد أجزم أنه المملكة العربية السعودية، ونقولها بكل فخر يعني قيادة وشعب وكل من يعمل كذلك في موسم الحج من كافة القطاعات، كل عام ولله الحمد كانت تسجل قصة نجاح في إدارة الحشود. يعني أتحدى أن يكون هناك في العالم كله أجمع مثل تجربتنا حنا في المملكة في إدارة الحشود، 3 ملايين حاج وصلنا فيما مضى في مكان واحد، يتحركون في توقيت واحد في منطقة محدودة، والحمد لله يعني تدار بكل انسيابية وبكل كذلك كفاءة. الدراسات والدراسة الأخيرة اللي أنتم عملتم عليها، كيف نظرت إلى تطوير إدارة الحشود عندنا وكذلك إلى توظيف التقنية في هذا الجانب؟ دكتور علي؟ طيب يبدو لي ما سمع سؤالي. طيب إلى أن نحل مشكلة الصوت، يبدو الصوت يمكن النت عندك ضعيف دكتور، ودي تشوف موضوع سكايبي. طيب خلينا نروح لمراسلنا في المدينة المنورة سعد السناني، خليه يتكلم لنا عن استعدادات وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي برفقة ضيف محمد المرواني الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية. تفضل.
أهلا خالد، أهلا بأسادة المشاهدين مشاهدي القناة السعودية، أحييكم من هنا من المدينة المنورة وبالتحديد من رحاب المسجد النبوي الشريف من الساحات. نتحدث اليوم عن بداية أو حيث بدأت الرئاسة العامة لوكالة الشؤون لشؤون الحرم النبوي الشريف خطتها، وأيضا بدأت بأعمال حج هذا العام منذ أيام. طبعا الرئاسة قامت بهذه الأعمال وسخرت كافة خدماتها وطاقاتها البشرية لخدمة زوار وقاصدي المسجد النبوي الشريف، ومع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. للحديث أكثر والاستزادة عن هذه الاستعدادات والإجراءات، يسعدنا أن ينضم معنا الأستاذ محمد المرواني، وهو الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية. حياك الله أستاذ محمد، حدثنا عن الخطة التشغيلية التي أطلقتها الوكالة هنا في الحرم النبوي الشريف. أهلا وسهلا بكم. تم بحمد الله التخطيط المبكر لموسم هذا الحج عام 1442، وذلك بوضع الخطط والتدريب عليها للطاقم البشري، وكذلك تم تهيئة الممرات وتحديدها بممرات رئيسية وفرعية، وكذلك تقديم الخدمات العلمية والتوجيهية وبثها بعدة دروس عن طريق التطبيقات والخدمات المنصات الذكية، وكذلك تم رفع مستوى الخدمات إلى يتناسب مع الطاقة التشغيلية القصوى، وهي 65,000 مصلي في الساعة الواحدة في الصلاة الواحدة. حدثنا عن عملية دخول المصلين وخروجهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية من التباعد وأيضا التأكد من لبس الكمامة. تتم عملية الدخول للمسجد النبوي عبر البوابات الرئيسية، وذلك بالتأكد من شروط التحصين عن طريق تطبيق توكلنا، وتوجيههم عبر الممرات الرئيسية والممرات الفرعية إلى وجهاتهم بكل يسر وسهولة، مطبقين بذلك الشروط والالتزامات والإجراءات الاحترازية. بالنسبة للصلاة في الروضة الشريفة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه الكرام، ما هي الإجراءات والطريقة لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في الروضة لموسم حج هذا العام؟ تتم زيارة كما هي معمول بها حاليا للصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، والصلاة في الروضة الشريفة بالحجز عن طريق تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا، ومن ثم التوجه إلى بوابات الدخول، ويتم هناك استقبالهم وإرشادهم للطريقة الصحيحة، ومن ثم دخولهم، حيث يعبر وقت الفوج الواحد بعشرين دقيقة تشمل الصلاة والتعقيم والتطهير. الأستاذ محمد المرواني، وأنت الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية، شكرا لكم. العفو، يا مرحبا، حياكم. إذن خالد، هنا في الساحات المسجد النبوي الشريف حقيقة ما نشاهده تنظيم جبار من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف، والتنظيم الجميل والخدمات الجلية التي يقدمونها. هذا كل ما لدي زميلي خالد، أعود إليك في الاستوديو لإكمال ما تبقى من البرنامج. شكرا لك سعد، يعطيك العافية. ما زلنا معكم مواصلين، فاصل قصير وبعد الفاصل نرجع لكم. يا أهلا بكم من جديد، وجدد ترحيبي بالدكتور علي الشاعري وكيل جامعة أم القرى للابتكار وريادة الأعمال، وكذلك الدكتور وائل مطير مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج والعمرة التنفيذية. طيب دكتور علي، سألتك عن إدارة الحشود، تجربتنا المميزة في المملكة قبل الفاصل، طبعا سألتك تجربتنا المميزة في المملكة في هذا الجانب، كيف التقنية يمكن تسهم وخاصة الذكاء الاصطناعي في تطوير وتوظيفها في إدارة الحشود. قبل شوي سمعنا مثلا كيف البطاقة الممغنطة والبطاقة الذكية للحجاج اللي راح تستخدمها السنة هذه وزارة الحج، ماذا كذلك من حلول تقنية مبتكرة في هذا الجانب؟ طبعا أنا أشير هنا حقيقة إلى
قيام الجامعة بالاهتمام بعلم إدارة الحشود منذ فترة، أنشئ خلالها مركز التمييز البحثي في النقل وإدارة الحشود، ومركز الابتكار في الذكاء الصناعي. ما تقوم به الجامعة في خدمة هذا العلم. الذكاء الاصطناعي اليوم هو أداة مهمة جدا في كثير من العلوم، ومن أهمها إدارة الحشود. إدارة الحشود هي تحتاج إلى حل وقرار سريع. تنشأ المشكلة عندما تتزايد الأعداد ولا يتم الانتباه إلى ارتفاع معدل مخاطر الحشود. اليوم الذكاء الاصطناعي، التقنية تتيح لك أن تتخذ القرار في الوقت المناسب قبل أن تتفاقم المشكلة، وبالتالي هناك حساسات معينة، كاميرات، مجموعة من الأجهزة يتم استخدامها لقياس عدد الحشود في المناطق المفتوحة أو المغلقة، ويتم على أساس حساب معامل خطر الحشود. نعم. معامل خطر الحشود عندما يصل إلى مستوى معين ينبغي لمتخذ القرار أن يتدخل. جميل. طيب خلينا نروح للدكتور دكتور وائل. يعني الآن تم تجهيز يبدو لي عدد من المستشفيات في 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 ميناء وفي في المشاعر طبعا بشكل عام، في ميناء وفي كذلك عرفات. لو تعطيني بس وش اللي تم تجهيزه فيها؟ طيب جهز في مشعر عرفات مستشفى جبل الرحمة، وكذلك مستشفى شرق عرفات. مستشفى جبل الرحمة يخدم في كافة التخصصات الطبية من باطنة وجراحة وعمليات مناظير، إضافة إلى أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية وأقسام ضربات الحرارة. أما مستشفى شرق عرفات فمخصص لاستقبال حالات كورونا كوفيد إذا كان تحتاج إلى تنويم صحي. في مشعر ميناء هناك مستشفى ميناء الوادي المخصص لاستقبال الحالات، إضافة إلى وجود 6 مراكز رعاية صحية أولية مقسمة ما بين عرفات ومزدلفة ومشعر ميناء. طيب حج آمن وصحي، يمكن هذا كان يعني العنوان العريض اللي حج هذا العام. التساؤل اللي أطرحه لك، لنفترض يعني إن شاء الله سلطان يحمي ويحفظ حجاجه، لكن أكيد واحد دائما يستعد لأزمات، وحنا تعودنا في المملكة أن نكون مستعدين لأي سيناريو متوقع. فيما لو واحد مثلا من الحجاج في أحد الحملات أو في ذا مثلا أشتبه مثلا في حالته الصحية، كيف ستتعاملون معه؟ يوجد لدينا فرق طبية مشرفة على كافة سكنات الحجاج سواء داخل مكة المكرمة أو في المشاعر المقدسة. بمجرد يعني ظهور أحد الحالات المشتبه فيها سيتم التعامل معها مباشرة بعزلها في الأماكن المخصصة بالاتفاق مع وزارة الحج، ومن ثم أخذ المسحة الطبية لها والتأكد من إيجابيتها أو سلبيتها. في حال كانت الحالة إيجابية ولا تستدعي التنويم في مستشفى طبي سيتم عزلها داخل المخيمات في أماكن مخصصة، إضافة إلى فحص المخالطين لهذه الحالة. وإذا كانت الحالة الصحية للحاج تستدعي التنويم في مستشفى سيتم نقله مباشرة إلى مستشفى شرق عرفات. جميل. التساؤل مطروح عن هل سيكون هناك قافلة طبية للحجاج يعني لنقل المنومين، وكيف يتم التعامل معها؟ يعني اعتدنا الحقيقة على هالمبادرة كل سنة. الهدف من القافلة الطبية هو أن يستكمل الحاج اللي قدم إلى مكة المكرمة يستكمل فريضة الحج. في هذا العام تم تخصيص جناح كامل في مستشفى جبل الرحمة لاستقبال الحالات التي سيتم تنويمها قبل يوم 9 أو خلال يوم 9 داخل المستشفى بنفس الرعاية الطبية، ليستكملوا مشاعر الحج والمشاعر الإيمانية والروحانية الموجودة في عرفات، كذلك يستكملوا رحلة علاجهم ويؤدوا فريضة الحج داخل المستشفى. رسالة تقدمونها أنتم يعني للحجاج اللي راح إن شاء الله يحجون هذه السنة، بحيث أنه يعني تكون رسالة لها ارتباط بالجانب الصحي أكيد. رسالتين مختصرة وسريعة. الرسالة الأولى، أخي الحاج أختي الحاجة، ما تشاهدينه من تضييق أو من اشتراطات صحية شديدة هي تهدف بالأساس للمحافظة على صحتكم والعودة سالمين إلى دياركم. والرسالة الثانية، درجات الحرارة المرتفعة في حج هذا العام لا تزال تهدد الصحة في حال عدم الالتزام بشرب مياه كافية وأخذ الحيطة والحذر من أشعة الشمس. جميل. يعطيكم العافية وعساكم على القوة الحقيقة يعني، وأنتم وزملائكم في الصحة قاعدين يسطرون بطولات حقيقة نفخر فيها في الوطن، وعساكم على القوة حتى إن شاء الله في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وإن شاء الله يكون حج صحي آمن
في ظل هالحقيقة الاستعداد والاشتراطات والاحترازات اللي يعني تقومون بها إن شاء الله، وبتكاتف الجميع أكيد بوعينا، وكذلك بتضافر الجهود التكاملية ما بين كل القطاعات الحكومية. شكر لكم للدكتور وائل بن حمزة مطير مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج والعمرة التنفيذية، كذلك الشكر موصول للدكتور علي الشاعري وكيل جامعة أم القرى للابتكار وريادة الأعمال. نسأل الله العلي العظيم أن يتقبل من الحجاج حجهم، حج إن شاء الله صحي آمن واستثنائي، وإن شاء الله نلتقي بكم بعد موسم الحج ونعود من جديد إن شاء الله في الشارع السعودي، ونقول كل عام وأنتم بخير، والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، يا الله جئتك حاملا حاجتي، أحث خطوتي، قادم إليك راغب في عفوك، كلنا عبيدك.